السلام عليكم ورحمة الله، إخواني أخواتي، نتمنى تكون كلكم بخير وعلى خير. إذا لقاؤنا يتجدد مرة أخرى من خلال فيديو آخر خاص بالموديل ديال الفلوريستيك. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نشوفو يعني التتمة ديال لي سبيرمافيت، غادي نشوفو دابا لي زونجيوسبيرم أو لا لي بلونت أفلور أو لا اللي تنسميهم يعني كاسيات البذور أو لا النباتات الزهرية. اذا فقبل ما نبداو بعد الشرح يعني ديال هذا الفيديو هذا، قبل ما نبداو الشرح خصني نقول لكم واحد الحاجه لو خصكم تعرفوها، هو انه الا مازال ما تفرجتيش في الفيديو في لي فيديو عفوا ديال التي دي، يعني التي دي الاول والثاني والثالث، يعني الا مازال ما ضبطيش هذوك المفاهيم وهذوك التسميات اللي شفنا في التي دي، فبلا ما تصدع راسك وتجي تقرا لي زونجيوسبير، لان لا كلاسيفيكاسيون ديال لي زونجيوسبير يعني هاد لي فامي هادو اللي غادي نشوفو في لي زونجيوسبير فراه تنعتمدو غير على تنتعاملو غير بهادوك التسميات اللي شفنا في تي دي، زائد يعني تكون مفرجتها في هذاك الفيديو ديال الفورميل فلورال وديغرام فلورال، يعني تكون ضابط هذوك المسائل. فلما كنتيش ضابط هاد المسائل هادو هاد التسميات هادو فراه غادي تلقى صعوبه يعني باش انك تفهم وباش انك يعني تستوعب هاد لي فامي هادو وهاد لي كاراكتيرستيك هادو اللي غادي نشوفو. لذلك ضبط هذوك المفاهيم وديك الساعه غادي تمشي يعني الامور مزيانه ان شاء الله، وغادي غادي يعني تفهم اكثر وغادي تستوعب اكثر. فنبداو يعني الشرح. اذا نشوفوا دابا المميزات والخصائص ديال لي زونجيوسبيرم. اذا لي زونجيوسبيرم لا كوندونساسيون دي زورغان ريبروديكتور اون زين فلور، يعني ان هاد لي زورغان ريبروديكتور ولاو تيكونوا مجموعين على شكل واحد الزهره، على شكل يعني واحد الزهره، ماشي بحال مثلا في لي بتيريدوفيت ولي جيمنوسبيرم كانوا عندنا يعني غير لي سبور شويه، كانوا عندنا لي كون اكسيتيرا. دابا يعني ولاو هذوك لي زورغان مجموعين على شكل زهره، زائد الخاصيه الاخرى ولا الميزه الاخرى لا بريزونس دان نوفير اونفلوبمون لي زوفيل اي كي سو ديفلوبرا بور دوني ان فروي، يعني ان هذوك لي زوفيل ولاو تيكونوا وسط واحد لوفير، مابقاوش يعني ني، مابقاوش يعني عريانين، وانما ولا وسط واحد لوفير، وهذاك لوفير تيتطور وتعطينا فاكهه، وهذيك لوفيل تتطور وتعطينا غرين او لا تعطينا بذره. الميزه الاخرى لا دوبل فيكونداسيون دو لوفيل كي دون غالومبريون الى البيمين، يعني ان هذيك لوفيل فتتخضع لدوبل فيكونداسيون، يعني هذوك لي غران دو بولا ولا حبوب اللقاح تيحقنوا لنا جوج ديال لي نوايو، كل نوايو تدير لنا فيكونداسيون ديال واحد لو نوايو كاينه وسط هذيك لوفيل، داكشي علاش تنقولوا دوبل فيكونداسيون. فاحنا ماشي الغرض ديالنا هو كيفاش غتوقع لا فيكونداسيون، ولا في الغرض ديالنا ولا الهدف ديالنا من هذا الموديل اللي شفنا يعني من اول فيديو، يعني من اول حصه، هو لا كلاسيفيكاسيون. اذا لي بارتي ديال لي فلور راه شفناهم في تي دي، دونك عندنا لي زورغان بروتيكتريس اللي هما لي سيبال لي بيتال، ثم عندنا لي زورغان سيكسيال ولا ريبروديكتريس اللي هما لي كاربيل ولي زيتامين. هذا ما كان. اذا هاد الخطط هذه اللي عقلتو كنت عطيتها لكم يعني في الفيديو الاول، قلنا يعني باش تعطينا واحد التصور على كلاسيفيكاسيون اللي غادي نتبعوها يعني في هاد الموديل هذا. فقلنا بان لي بلونت تنقسمون الى لي بلونت فاسكولير ولي بلونت نو فاسكولير، يعني نباتات وعائيه ونباتات لا وعائيه. هاد لي بلونت فاسكولير هما اللي شفنا حنا، دونك قلنا تنقسموا لي بتيريدوفيت ولي سبيرمافيت. لومبرونشمون ديال بتيريدوفيت راه شفناها، ولومبرونشمون ديال سبيرمافيت قلنا تا هما تنقسموا لي سوزون برونشمون ديال لي جيمنوسبيرم اللي هما عاريات البذور اللي شفنا من قبل، ولي زونجيوسبيرم اللي هما كاسيات البذور اللي غادي نشوفو في هذا الفيديو هذا. هاد لي زونجيوسبيرم هادو تا هما تنقسموا لدو كلاس اللي هما لي مونوكوتيليدون يعني احاديات الفلقه، ولي ديكوتيليدون اللي هما ثنائيات الفلقه. مفهوم يعني هاد الخطط هادي يعني خاص تكون لاصقه ليك في راسك، يعني باش دائما يكون عندك داك التصور ديال لا كلاسيفيكاسيون، يعني كيفاش غادي. ف ندوز دابا يعني لا كلاسيفيكاسيون ديال هاد لي زونجيوسبيرم هادو. دونك اون كلاسيفيكاسيون فيلوجينيتيك ا بي جي يعني ديال يعني 2009، يعني لا كلاسيفيكاسيون ا بي جي تنقصد بها اونجيوسبيرم فيلوجيني جروب، يعني لا كلاسيفيكاسيون اللي دارت ديال هاد لي زونجيوسبيرم هادو كيفاش قسموها. دونك قسموها لدي كلاد، دونك كاين عندنا لي كلاد دي مونوكوتيليدون، كاين عندنا دي كلاد دي كومي لينيدي. هاد لي كومي لينيدي هما بحال قلنا سون دي مونوكوتيليدون ايفولي، هما دي مونوكوتيليدون متطورين، يعني هاد الكلاد ديال المونوكوتيليدون وهاد كومي لينيدي نقدروا نجمعهم بجوج نقولوا عليهم مونوكوتيليدون،
مفهوم. ثم هادو هاد لي كاتر كلاد الاخرين هادو هما دي كوتيليدون، يعني ثنائيات الفلكه صافي. فاحنا ماشي تيهمنا يعني هاد السميات هادو ديال هاد لي كلاد لي فابيدي، وهاد لي الكلاد دي مالفيدي، كلاد دي لاميدي، وكلاد دي كومبونيليدي. اللي تيهمنا حنا هما هاد لي فامي هادو وهاد لي زوط، مفهوم. دونك هاد لي دو كلاد هادو اللي قلنا غادي نجمعهم في لي مونوكوتيليدون، فيهم جوج ديال لي زوردر اللي هما لي زوردر دي اسباراجال و لي زوردر دي بوال، مفهوم، ديال الحبوب. ثم كاين عندنا هاد لي زوردر اخرين او لا هاد لي فامي الاخرين، دونك فابال، فابا سي، اوردر دي غوزال، يعني غوزا سي، حيت التسمية راه شفناهم قلنا لوردر دائما تنديرو في الاخر ديالها ال، و لا فامي تنديرو في الاخر ديالها اسي. اذا حنا لي فامي اللي غادي نشوفو في هذا الموديل هذا غادي نشوفو يعني هاد لي فامي ديال لا ماريلي داسي، فامي دي زيري داسي، فامي دي بواسي، هادو تابعين لي مونوكوتيليدون. وبالنسبه لي دي كوتيليدون غادي نشوفو لا فامي دي فاباسي، لا فامي دي غوزاسي، لا فامي دي براسيكاسي، لي مالفاسي، لي روتاسي، لا مياسي، سولاناسي، ابياسي، اي لاستيراسي. فهم يعني غادي نعطيكم واحد الخطاطه مبسطة. إذا قلنا كاين عندنا لي مونوكوتيليدون وكاين لي ديكوتيليدون صافي. فهاد لي زونجو سبيرم هادو كاينين لي مونوكوتيليدون وكاينين لي ديكوتيليدون. دونك بالنسبة لي مونوكوتيليدون فيهم جوج ديال لي زوردر اللي هما لاسباراجال ولي بوال صافي. هاد لي بوال هادو عندهم اون سول فامي، هي لا فامي دي بواسي، يعني ديال الحبوب. ثم هاد لي زاسباراجال عندهم جوج ديال لي فامي اللي هما اماريلي داسي و ايري داسي، هما اللي غادي نشوفو في هذا الفيديو هذا ان شاء الله. وهاد لا فامي ديال لي زاماريلي داسي تنقسمو لدو سو فامي اللي هما لي زالويدي الى ماريلي لويدي صافي، لي زالويدي اي اماريلي دويدي. بالنسبه لي ديكوتيليدون يعني ثنائيات الفلقه، ففيهم تسعه ديال لي فامي، تسعود ديال لي فامي هما هادو اللي غادي نشوفو، اللي هما لا فامي دي فاباسي، يعني لافاباسي هما دوك القطنيات، العائلة ديال القطنيات. ثم لي غوزاسي، ثم لي براسيكاسي، مالفاسي، روتاسي، لامياسي، سولاناسي، ابياسي، اي استيراسي. يعني هاد الخطط هادي حاولوا انكم تكتبوها او لا تصوروها او لا، المهم يعني باش تبقاو تعرفوا يعني الكور كيفاش غادي. اذا قلنا في هذا الفيديو هذا غادي نطرقوا فقط لي مونوكوتيليدون، غادي نديروا يعني واحد المقارنه بسيطه ما بين لي مونوكوتيليدون ولي ديكوتيليدون. دونك لي مونوكوتيليدون عندهم ان سول كوتيليدون، ولي ديكوتيليدون عندهم دو ديكوتيليدون عفوا، يعني جوج ديال الفلقات. بالنسبه لا فورم ديالهم، دونك لي مونوكوتيليدون تيكون عندهم لا فورم اربويسون غار، يعني قليل فين تلقاو لي مونوكوتيلودون على شكل شجره، دائما تيكونوا اغباسي يعني على شكل اعشاب. اما بالنسبه لي ديكوتيليدون فورم اربوريسون فريكون، يعني لي ديكوتيليدون تلقاوهم على شكل اشجار. هنا لي مونوكوتيليدون لاكس غارمو غاميفي، يعني لاكس ديالهم او التيج ديالهم ما تيكونش غاميفي، لي ديكوتيليدون تيكون عندهم لاكس تري غاميفي. بالنسبه لي فوي ديال لي مونوكوتيليدون تيكونوا دي فوي سامبل سيسيل اونغيلونت اي انيرفاسيون باراليل. هاد السميات هادو راه شفناهم في التي دي، داكشي باش تنقول تركز لكم بزاف على التي دي. بالنسبه لي ديكوتيليدون عندهم دي فوي اللي هما سامبل او كومبوزي سيسيل او بيسيولي انيرفاسيون بيني او بالمي، ما تتكونش عندهم انيرفاسيون باراليل. بالنسبة لي غاسين ديال لي مونوكوتيليدون تيكونو دي غاسين فاسيكيلي، راه شفناهم في التي دي. و لي ديكوتيليدون تيكون عندهم دي غاسين بيفوتون. لا بيريونت عند لي مونوكوتيليدون تتكون يعني سامبل، يعني تتكون غير فقط دي تيبال، ما تيكونوش يعني دي سيبال ودي بيتال، فهم ما تيكونش يعني مفرقين لي سيبال بوحدهم ولي بيتال بوحدهم. اما لي ديكوتيليدون فتتكون عندهم اون بيريونت دوبل، بيريونت دوبل يعني تتكون عندهم سيبال وعندهم بيتال. بالنسبه لي مونوكوتيليدون فلي لا فلور ديالهم تتكون تريمير، يعني ملتيبل دو 3، يعني تلقاو اما 3 ديال لي بيطال ولا 4 او لا عفوا 6 او لا 9 او لا 12، يعني ملتيبل دو 3. بالنسبه لي ديكوتيليدون تتكون فلور بنتامير، يعني ملتيبل دو 5، تلقاو عندها اما 5 ديال لي بيطال او لا 10 او لا 15، يعني ملتيبل دو 5.
هنا غادي نشوفوا هنا هادشي اللي شفنا في الجدول. دونك لا فورم اربوريسون فريكون عند لي ديكوتيليدون، كما تلاحظوا لي ديكوتيليدون تيكونوا دائما على شكل يعني الاشجار. بالنسبه لي مونوكوتيليدون فتلقاهم دائما على شكل اعشاب، يعني غارمون تلقاوهم اربوريسون، يعني نادرا ما تلقاوهم على شكل اشجار، يعني مثال ديال النخله. بالنسبه لا فوي، دونك قلنا لا فوي ديال لي مونوكوتيليدون تيكونوا دي فوي سامبل ماشي كومبوزي. سيسيل يعني ما عندهمش هذاك لو بيسيول، سيسيل تيكونوا لاصقين مباشره سور لا تيج. اونغينونت يعني عندهم هذاك اللونغين، يعني داك الغشاء اللي تيكون داير على لا تيج. انيرفاسيون باراليل، كما تلاحظوا لانيرفاسيون تتكون انيرفاسيون باراليل، على عكس لي دي يعني ثم عفوا على عكس لي ديكوتيليدون. دونك لي ديكوتيليدون تيكونوا عندهم دي في اللي هما سامبل او كومبوزي، كما تلاحظوا اذا اما دي في سامبل هما هادو او لا دي في كومبوزي اللي هما هادو. سيسيل او بيسيولي، دونك تيكونوا اما سيسيل بحال هنا يعني ما عندهمش لو بيسيول، او لا تيكونوا يعني بيسيولي بحال هنا عندهم هاد لو بيسيول هذا. بالنسبه لانيرفاسيون تتكون يعني انيرفاسيون يعني بيني او لا انيرفاسيون بالمي. هادشي كامل راه شفناه في التيدي، يعني راه غير تنديرو تذكير وصافي. بالنسبه لي غاسين، دونك لي مونوكوتيليدون عندهم دي غاسين فاسيكولي، ودي كوتيليدون عندهم دي غاسين بيفوتون. بالنسبه لا فلور، دونك لي مونوكوتيليدون تتكون بيريونت سامبل كما تلاحظوا، ما كاينش دي سيبال ودي بيتال، فتيكون عندي بيس عندهم ميم كولور، تيكون عندهم نفس اللون، ما عرفناهم واش سيبال ولا بيتال، داكشي علاش تنسميوهم دي تيبال، تنسميوهم دي تيبال. دونك بيريون سامبل اي فلور تريمير، كما تلاحظوا ملتيبل دو 3، 1 2 3 4 5 6 ملتيبل دو 3. بالنسبه لي ديكوتيليدون في العكس، تتكون بيريون دوبل، يعني عندهم ها لي بيتال بوحدهم وها لي سيبال بوحدهم، زائد تتكون فلور بينتامير، يعني ملتيبل دو 5. اذا دابا شفنا الفرق بين لي مونوكوتيليدون والفرق بين لي ديكوتيليدون، يعني درنا مقارنه بيناتهم. غادي نشوفوا دابا لي مونوكوتيليدون، غادي نبداو بالكلاد ديال لي مونوكوتيليدون. اذا كما شفنا من قبل، قلنا لي مونوكوتيليدون عندهم يعني اوردر واحد اللي هو لوردر دي اسباراجال، وهاد لوردر غدا فيه جوج ديال لي فامي، اللي هي لا فامي دي زاميريليداسي ولا فامي دي ايريداسي. صافي كاينين جوج ديال لي فامي، لا فامي ديال اماريليداسي ولا فامي دي زيريداسي. هاد الخطوط حاولوا انكم تكتبوها او لا. دونك هاد لا ماريليداسي عندها جوج ديال لي سو فامي، اللي هما سو فامي دي زالويدي اي سو فامي دي اماريليدويدي. صافي اذا غادي نشوفوا كل فامي، نشوفوا لي كاراتيستيك ديالها. اذا غادي نبداو بلا فامي دي زاماريليداسي، ونشوفوا سو فامي ديال لي زالويدي، يعني الاولى هادي سو فامي ديال لي زالويدي. اذا قبل ما نبداو يعني هاد لي فامي هادو، اذا باش اننا نضبطوهم، فكل فامي شنو تنديرو؟ تنشوفو يعني غير لا فلور، تنشوفو كيفاش دايره، يعني تنشوفو لي بيريونت يعني لي بيتال لي سيبال، تنشوفو لي زيتامين، تنشوفو لوندروسي، تنشوفو لا فلور واش اكتينومورف وزيغومورف. صافي يعني هادشي اللي غادي نديرو لكل لا فامي، كل فامي غادي ندير لها لي كاركتيرستيك هادو، يعني هكا غادي يسهل علينا الحفظ، وهكا غادي يسهل علينا باش اننا نضبطو هاد لي فامي هادو. اذا بالنسبه لهاد لا فامي هادي ديال ولا سو فامي دي زالويدي، اللي هما لا فامي ديال البصله والثومه ومشتقاتهم. دونك سو سون دي بلونت ايرباسي، كما قلنا لي مونوكوتيليدون راهم كلهم دي بلونت ايرباسي، قليل فين تلقاهم دي بلونت يعني اربوريسون. دونك بلونت ايرباسي فيفاس بار بولب، بار بولب يعني هنا هاد لاتيج ديالهم راه شفناه في التيدي، يعني لاتيج تيكون على شكل واحد الكره. بالنسبه لي فوي، دونك لي فوي تيكونوا دي فوي اللي هما سامبل سيسيل لينيير، سامبل سيسيل يعني تيكونوا لاصقين مباشره على هذاك لاتيج لينيير، وعندهم الجين يعني داك الغشاء اللي تيكون داير على لاتيج، زائد نيرفاسيون باراليل. بالنسبه للجينيسي يعني لي كاربيل، دونك الجينيسي عندهم جينيسي سوبر، اذا سوبر راه شرحناه في التيدي. دونك فاش تكون الكاربيل فوق من لو نيفو انفيريور ديال لي سيبال، شوفوا هنا فين تيكونوا لي سيبال لاصقين، شفتوا هنا فين تيكونوا لاصقين. دونك فاش تكون الكاربيل فوق لو نيفو ديال البلاصه فين تيكونوا لاصقين لي سيبال، فهنا تندوي على جينيسي
او لا تندوي على جيني سي او لا كابيل سوبر. هادشي راه شفناه في التيدي، راه كنتي باش قلت لكم ركزوا على التيدي مزيان باش ماشي كل مره نبقاو حنا نشرحوا هاد هاد التسميات هادو شنو تيعني. دونك جيني سي سوبر، تروا كابيل سودي تتكونوا من تخوا ديال لي كابيل سودي، واحد جوج ثلاثه، اون نوفير تريوكيلير يعني ثلاثه ديال لي لوج، بلاسونتاسيون اكسيل يعني لا بلاسونتاسيون ديال لي زوفيل، اون بلاسونتاسيون اكسيل شفنا لي بلاسونتاسيون في تي دي. بالنسبه للانفلوريسونس ديال هاد سو فامي دي زالويدي، دونك الانفلوريسونس اون بيل، دونك الانفلوريسونس اون بيل يعني ماشي تكون فلور سوليتير ولكن اونسومبل دي فلور، اون انفلوريسونس اللي على شكل اون بيل حتى هي راه شفناها في تي دي. بالنسبه لي كارتي جينيتي يعني جينيرو ديال هاد لا سو فامي، دونك لي فلور سون دي فلور اكتينومورف، هيرمافروديت يعني عندهم لي زيتامين وعندهم لي كابيل، سيكليك يعني سيكليك ماشي يعني فالفير او لا، اي تريمير يعني ملتيبل دو 3. بالنسبه لا بيريونت قلنا بيريونت سامبل لانهم راهم دي مونوكوتيليدون، دونك غادي تكون عندهم اون بيريونت سامبل دو سيكل الترن، تتكون يعني سيكل اكسترن كما تلاحظوا، تيبال اكسترن تيبال اكسترن تيبال اكسترن يعني ثلاثه اكسترن وثلاثه انترن، دونك دو سيكل الترن صافي، دونك ثلاثه اكسترن وثلاثه انترن. تريمير اذا قلنا تريمير ملتيبل دو 3، كون كولور اي بيتالويد، كون كولور يعني عندهم ميم كولور، بيتالويد يعني تيشبهوا لي بيتال ماشي تيشبهوا لي سيبال، وقلنا هادو تنطلقوا عليهم تيبال، داكشي علاش هنا كتبنا تي تي تي، دونك تنطلقوا لهم تيبال. بالنسبه للاندروسي او يعني لي زيتامين، تا هو في دو سيكل تريمير يعني واحد ثلاثه ديال لي زيتامين اكسترن يعني الالتيرن مع لي بيتال صافي، الالتيرن افيك لي سيكل دو بيريونت، ثلاثه ديال لي زيتامين اكسترن وثلاثه ديال لي زيتامين انترن، دونك هذا هو لوندروسي. بالنسبه للفورميل فلورال ديال هاد السوفامي، دونك اون فلور اكتينومورف كما تلاحظوا، اذا هذا هو الرمز ديال اكتينومورف، ايرمافروديت ايرمافروديت يعني ان عندها لي كاربيل وعندها لي زيتامين. بالنسبه للناس يعني اللي سولوني على في فاش حطيت لكم الفيديو ديال الدياغرام فلورال وفورميل فلورال، ما درتش انا هذا الرمز ديال الايرمافروديت، فهاد الرمز ديال الايرمافروديت راه ماشي ضروري انه يكون. علاش؟ اشنو هي ايرمافروديت؟ ايرمافروديت تنقصدوا بها هاد الفلور هادي واش عندها يعني لي كاربيل وعندها لي زيتامين، فانا فاش تنجي هنا تنكتب عندها ثلاثه ديال لي زيتامين وعندها ثلاثه ديال لي كابيل، فنورمالمون اذا هادي راه ايرمافروديت، دونك هذا ماشي ما تيعطيش واحد القيمه، ما تيزيدش واحد لا فالور يعني كبيره بزاف، فهم. دونك قلنا لا فورميل فلورال فلور اكتينومورف ايرمافروديت، قلنا عندها دو سيكل، عقلو عندها دو سيكل ديال لي تيبال، اذا داكشي اش درنا 3 تي زائد 3 تي، 3 تي زائد 3 تي زائد تاني لي زيتامين تا هما دو سيكل، اذا غادي نديرو 3 او زائد 3 او زائد قلنا شحال ديال لي كابيل، عندها 3 ديال لي كابيل، كيفاش دايرين هاد لي كابيل سودي، اذا غادي نديرو بين قوسين وعندنا دي كابيل سوبر يعني غادي نديرو الخط من التحت باش نبينو بان عندنا ان كابيل سوبر. وبالنسبه لو دياغرام فلورال هو هذا، اذا كما تلاحظوا اذا عندنا ها السيكل الاول ديال لي تيبال، ها السيكل الثاني ديال لي تيبال، بالنسبه لي زيتامين تا هما دو سيكل يعني ها هما السيكل اكسترن وسيكل انترن، ولي كابيل 3 ديال لي كابيل سودي، اذا هذا هو السوفامي ديال ليزالويدي. بالنسبه لي فخوي ديال هاد ليزالويدي، دونك كابسيل لوكيلوسيد، راه شفنا لي تيب دو فخوي شفناهم في تي دي، غنشوفو دابا يعني الريزومي او الريزومي ديال هاد السوفامي او يعني لي كاراتيرستيك اللي خصنا نعرفو. Donc, ce sont des plantes herbacées vivaces à bulbes, rarement à raison. Les feuilles, ce sont des feuilles alternes, simples, sessiles, cylindriques, entières, engainantes, nervations parallèles, stipules absents. Il y a le stipule. Bnisbel l'inflorescence en belle. Les fleurs, c'est une fleur hermaphrodite, actinomorphe, cyclique et trimère. Bnisbel périante, il y a une périante simple, il y a juste les verticilles trimères, tlata externe ou tlata interne. الترن اي ايبيتالويد، دونك ستاتي با ليبر اولا سودي، كاين اللي تيكونوا مره ليبر مره سودي. بالنسبه لوندروسيت هو دو فيرتيسيل تريمير الترن افيك لي تيبال، تيكون الترن مع هاد لي تيبال هادو. بالنسبه للجينيسي قلنا تروا ديال لي كابيل سودي اون نوفير سوبر،
لا سوبر كونتونو واحد او لا ان اوفيل، يعني اما اوفيل وحده او لا بليزيور اوفيل دون شاك لوج اون بلاسونتاسيون اكسيل، يعني لا بلاسونتاسيون ديال لي زوفيل بلاسونتاسيون اكسيل. بالنسبه للفخوي، فخوي كابسول لوكيلوسيد. اذا فكل فامي يعني من هنا لقدام، فكل فامي غادي نشوفو خصنا نديرو ليها هاد لي كاراتيستيك هادو، نشوفو لي فو، نشوفو لانفلوريسونس، نشوفو الفلور، نشوفو لي بيتال لي سيبال كيفاش دايرين، نشوفو لوندروسي، نشوفو الجينيسي، ونشوفو الفخوي. يعني كل فامي خصنا نديرو ليها هاد لي كاراتيستيك هكا، وهكا يعني غادي هكا غادي نتعاملو مع هاد الموديل هذا. بالنسبه يعني لي زيسبيس لي تنتميو لهاد لا فامي هادي ولا سو فامي، يعني على راسهم البصلة، فهم البصلة اللي الاسم يعني العلمي ديالها هو لاليوم سيبا. واحد النقطة أخرى تاني بغيت نقولها لكم، بالنسبة لكل فامي حاولوا تعقلوا على واحد السبيس، كل فامي حاولوا ديروا مثلا فاش ديروا لي كاراتيستيك ديال لي فامي ديروا اكزومبل وعطيو واحد السبيس اللي تبقاو عاقلين عليه، لانه تيتطلب بعض المرات في الامتحان تيتطلب مثلا يقول لك اعطيني اكزومبل مثلا ديال هاد لا فامي هادي ولا واحد السبيس ينتمي لهاد لا فامي هادي. دونك هنا البصله راه باينه اليوم سي با، دونك فاش دير هاد السو فامي هادي اللي قلت لكم، هاد السو فامي ديال لي زالويدي، فاش تكون انت تدير التلخيص ديالك دير بين قوسين وكتب البصل كتب البصله هكا باش انك تعقل عليها مزيان وتدخل لك راسك مزيان، فين ما شتي البصله تفكر لا سو فامي دي زالويدي، صافي تشوف البصله دونك لا فامي دي زالويدي هكا هكا. يعني خصك تتعامل بذكاء مع الـ مع الـ مع الموديل. دوزو دابا يعني باقيين في لا فامي دي زاماغيلي داسي، قلنا كاينه سو فامي اخرى ديال لي اماغيلي دويدي. دونك هاد لي زاماغيلي دويدي بحالها بحال هاد بحالها بحال السو فامي هادي، عندهم الفرق غير في لوفير، هادي الاولى اللي شفنا عندها لوفير سوبر، هادو عندهم لوفير انفير، صافي هادشي فاش يختلفوا غادي نشوفو هادشي. دونك هاد السو فامي دي زاماغيلي دويدي دونك سون دي بلونت ايرباسي فيفاس بار بول، بتا هما بحال هاد لي السو فامي اللي شفنا من قبل. فلور اكتينومورف حتى هما، ايرمافروديت ايضا، سيكليك، اي تريمر، فهم بحال هادو بحال لنا المثال ديال النرجس، الزهره ديال النرجس. بالنسبه لي بيريون حتى هي عندها بيريون سامبل دو سيكل الترن تريمر كونكورول اي بيتالويد، ولكن هنا زايده واحد القضيه اللي هي لي تيبال سون سيغمونتي بار ان باراكورول، دونك هاد لي بيتال هادو تتكون لاصقه فيهم واحد الكورول بحال قلنا شبه كورول، فهم شبه بحال قلنا واحد الكورول اخرى تتكون لاصقه فوق من هاد لي بيتال هادو، دونك يبخون لا فورم دان تيوب سونترال ايفازين، يعني تتكون عندها واحد الشكل بحال قلنا ديال الفاز، فهم هادي هادشي باش تميز هاد كما تلاحظوا هاد السوفامي هادي. شو دونك عندنا هادو لي تيبال، ها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، وفوق منهم كاينة هادي دايرة بحال واحد الكوغول أخرى بحال قلنا كاين دي تيبال أخرين. بالنسبة لوندروسيت تا هو دو سيكل تريمير ألتيرن أفيك لي سيكل دو بيريوند، تا هما بحال اللي قبل منهم، دونك دو سيكل ها واحد جوج ثلاثة ثم واحد جوج ثلاثة، يعني ستة ديال لي زيتامين. ولكن الفرق هنا في الجينيسي فين كاين الفرق، إذا هنا الجينيسي انفير كما تطلع دوها لو نيفو ديال يعني ديال لي تيبال فين تيكون، وشوفوا الكابيل كاينه لتحت، دونك هنا تندوي على جينيسي انفير كما تطلع دو، شوفوا هاد لي تيبال ها منين لاصقين ها لو نيفو ديالهم، و الجينيسي كاينه من التحت، شفتوا كاينه من التحت لو نيفو ديال لي تيبال، اذا هنا تندوي على جينيسي انفير. بالنسبه لي كابيل تا هي عندها ثلاثه ديال لي كابيل سودي، تروا ديال لي لوج، ان اوفيل، بلاسونتاسيون اكسيل بحال بحال اختها يعني اللي قبل منها نورمال، حكرات ينتموا لنفس لافامي، لكن قلنا الفرق تيكون غير في الجينيسي، هذيك عندها العائله ديال البصله عقلوا البصله عندها جينيسي سوبر، وهذا ديال النرجس عنده سميتو عنده جينيسي انفير. بالنسبه ل سميتو الفخويته هي بحال الاخرى دونك كابسيل لوكيليسيد، ثم الفورميل فلورال بحال 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 اللي قبلنا، دونك فلور اكتينوموف ايرمافروديت 3 تي زائد 3 تي، يعني 3 تيبال زائد 3 تيبال يعني دو سيكل، 3 ايطامين زائد 3 ايطامين يعني دو سيكل، 3 ديال لي كابيل سودي، ولكن هاد لي كابيل سون دي كابيل اللي هما انفير، صافي كابيل انفير درنا الخط من الفوق باش نبينو بان كابيل انفير. وبالنسبه لو دياغرام فلورال
دونك ها هما 3 ديال لي تيبال، 3 ديال لي تيبال اخرين، دو سيكل ديال لي زيتامين، و 3 ديال لي كابيل سودي. ندوزو دابا لا فامي الاخرى، يعني اللي هي لا فامي دي زيغيداسي. صافي لا فامي دي زيغيداسي، دونك هي اللي هي المثال ديال الزعفران، مثال ديال الزعفران. دونك بلونت ايرباسي فيفاس، هي تقريبا بلونت ايرباسي فيفاس بحال اللي قبل منها. الفلور، دونك فلور هي فلور اكتينومورف او زيغومورف. دونك كاين دي زيسبيس اللي عندهم دي فلور اكتينومورف بحال هنا، وكاينين دي فلور اللي عندهم اولا دي زيسبيس اللي عندهم دي فلور زيغومورف. دونك دي فلور اكتينومورف او زيغومورف، ايرماغلوديت يعني عندهم لي بيتال، عندهم لي زيتامين ولي كابيل، سيكليك اي تريمير، بيريون سامبل دو سيكل الترن، دونك ها واحد جوج ثلاثة، و دو سيكل اخرين يعني دو سيكل الترن تريمير يعني ثلاثة ثلاثة، كونكورول اي بيتالويد يعني عندهم نفس اللون، بيتالويد يعني تيشبهوا لي بيتال ماشي لي سيبال. اندروسي، بالنسبة لاندروسي هاد لا فامي ديزيريداسي ماشي دو سيكل، وانما عندهم ان سول سيكل، صافي يعني عندهم سيكل وحدة تريمير، يعني عندهم هادو غير ثلاثة ديال لي زيتامين، ماشي بحال لا فامي اللي شفنا من قبل. لا فامي اللي شفنا من قبل عندهم ستة ديال لي زيتامين، هاد لا فامي ديال لي زيغداسي عندهم غير ثلاثة ديال لي زيتامين، نعقلو مزيان. لو سيكل انترن اي افورت، يعني هذاك لو سيكل بحال قلنا افورت بحال تحيد يعني اجهضه، صافي بقاو يعني غير ثلاثة ديال لي زيتامين. بالنسبة للجينيسي هادو عندهم تا هما جينيسي انفير كما تلاحظوا، شوفوا هادو ها لي تيبال في اللاصقين، وها الجينيسي كاين لتحت، اذا هنا تندوي على جينيسي انفير. 3 ديال لي كابيل سودي، 1 2 3، 3 ديال لي كابيل سودي، 3 ديال لي لوج، 1 2 3، ان اوفيل يعني بليزيوغ اوفيل، لا بلاسونطاسيون حتى هما بلاسونطاسيون اكسيل. صافي بالنسبه للفخوي تا هما عندهم فخوي يعني كابسول لوكيليسيد. وبالنسبه للفورميل فلورال و ديغان فلورال، دونك الفورميل فلورال فلور اكتينومورف ارمافروديت، 3 تيبال زائد 3 تيبال زائد غير 3 ديال لي زيتامين، شفتوه واحد جوج ثلاثة يعني غير 3 ديال لي زيتامين فقط. وبالنسبة لي كابيل فهما 3 ديال لي كابيل سودي و انفير. نشوفو دابا تاني يعني خلاصة ديال هاد لافامي دي زيغيداسي. دونك لافامي دي زيغيداسي قلنا سون دي بلونت ارباسي ا سوش ريزوم او بيلبوز، فوي اوردينارمون اوبوزي اي اونغينونت. علاش؟ لان هادو قلنا ربع حتى هما تينتموا لي مونوكوتيليدون، وحنا لي مونوكوتيليدون عرفناهم بانهم يعني اونغينونت جينيرالمون اتخواخ اي لينيير، يعني تيكونوا لينيير يعني مستطيلين بحال الشكل ديال القصب ولا بحال الشكل ديال الشعير او ديال القمح اكسيتيرا. لانفلوريسونس تكون يعني سيم ولا غراب ولا ايبي ولا فلور سوليتير ولا تيرمينال. الفلور اكتينومورف هادو هما اللي مهمين، دونك فلور اكتينومورف زيغومورف اي ايرمافروديت. بيريونت قلنا بيريونت فورمي دو سي ديفيزيون ليبر، يعني ستة ديال لي بيس ليبر بليز اوموا، اولا احيانا تيكونوا سودي اون دو فيرتيسيل. صافي جوج ديال لي فيرتيسيل، واحد لو فيرتيسيل اكسترن فيه ثلاثة و فيرتيسيل انترن فيه ثلاثة، يعني راه شفناه في لو دياغرام فلورال. لوندروسي كونستيتي دو تروا زيتامين، صافي هادي اللي تعقلوا عليها هي مزيان في هاد لافامي. في كل فامي حاولوا تعقلوا على اشني الخاصية المميزة اللي تتميزها على لي فامي اللي قبل منها. دونك 3 ديال لي زيتامين اكستخورس، اكستخورس راه شفنا شنو تتعني في تي دي. دونك الجيني سي فورمي دو 3 كابيل سودي اوفير ان فير 3 لوج او لا بلو، يعني بعض المرات يكونوا اكثر من 3 ديال لي لوج، اوفيل نومبرو يعني بزاف ديال لي زوفيل، بلاسونطاسيون اكسيل. بالنسبه لي فخويت هي بحالها بحال خوتها اللي قبل منها، دونك كابسيل لوكيليسيد. مثال كما قلت لكم يعني كل فامي تنحاول نعطيكم مثال، مثال ديال الزعفران ولا اللي تنسميوه يعني لو نو سيونتيفيك ديالو يعني الكروكيس ساتيفيوس. فهاد الشيء اللي كاين يعني في هاد في هاد الفيديو هذا. اذا شفنا قلنا هاد لا فامي ديال اولا الكلاس ديال لي مونوكوتيليدون، قلنا كاينين جوج ديال لي فامي اللي هما هاد لي غيداسي وال يعني ولا الاماغيليداسي. صافي اذا قلنا هاد لي مونوكوتيليدون كاينين دو فامي اللي هما ايريداسي واماغيليداسي. دونك اماغيليداسي شفناهم كنا كاينين عندهم جوج ديال لي سو فامي، شفنا كل وحده المميزات ديالها، شفنا البصله مثل البصله العائله ديال البصله، وشفنا العائله ديال النرجس. صافي ثم شفنا دابا لا فامي ديال لي غيداسي اللي هي الزعفران.
فهم اذا حاولوا تبقاو تعقلوا على التسميه هكا باش يعني تفهموا اكثر. فهذا الشيء اللي كاين يعني في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا لا فامي ديال لي بواسي، يعني ديال الحبوب، يعني القمح وسميتو الشعير والذرة الى غير ذلك. ف يعني الى استفدتم الشرح هذا ولا فهمتوا يعني هذا الشيء اللي تنحاول يعني نتقاسم معكم، ما تنساوش يعني ديروا جيم لا فيديو وبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد ان شاء الله. بالنسبه لي عنده شي اسئله ولا شي انتقادات ولا ما فهمش شي حاجه، فيخلي لي في داكشي في التعاليق. حاجه اخرى يعني غادي نعاود نذكركم تاني، دائما تنعاود نذكركم، هو التيدي تيدي تيدي تيدي، ركزوا على دوك التسميات مزيان اللي في التيدي، حفظوهم ضبطوهم باش هاد الشيء غادي يجيكم يعني كي شرب الماء. فهاد الشيء اللي كاين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.